على سلامتكم وان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير كل هذا. لاغوسيت الاولى تاع اليوم نحبوها احنا كاملين. الو عندنا الخبز كومبيني مع الكامونبير ويطيبوا في الفور بالزرارع والاعشاب. واش نقول لكم واحد البنه ماذا بيا تبعوا كامل لاغوسيت. لاغوسيت الدوزيام راني ديتكم لاونغري، رايحين نديروا اون سوب تاع الشامبينيون ان بو سبيسيال باسكو راح تجي مارون فيها لاصوص سوجا، تبعوها ما راكمش رايحين تندموا. الحاجه الثالثه رايحين نديروا مملحات شحال بنان بواحد لا كريم ماسكاربون فروماج فيها الفلفل فيها البصل بزاف بنينه، وتشبحوها مع الاخر بشويه تاع جلجلان شويه تاع سانوج باش ياكل واحد باش يحب يشبعها. اما لليوم ماذا بيا رايحين تسجلوا وتبعوا كامل هاد لي غيسيت. والضيف تاعنا تاع اليوم مع الحكايه تاع اليوم رايحين نهضروا على لا مالادي سيلياك، رايحين نهضروا على الجلوتين. مالا غير قعدوا تبعوني حتى الاخر، هيا نوضوا يلا روحوا الكوزينه. نروحوا نبداو الخبز تاع الكامونبير ديالنا. الو واش نسحقوا فيه؟ الحاجه الاولى هو سهل بزاف، ما فيش مقادير كبيره ويجي بزاف بنين. وقولوا لي شكون ما يحبش الكامونبير؟ بزاف من احنا الجزائريين نحبوه، دونك اليوم جبته لكم. وحنا نحبوا ناكلوا الكامونبير بالخبز، مي اليوم راح ناكلوه بالخبز سخون ومعسل. الخبز تاع اليوم شباب بزاف وزيد بزياده واحد البنه سورتو في رمضان كاع نتشهاو الخبابز. الو واش نسحقوا في لا غوسيت تاع اليوم؟ عندنا زرارع هنايا، درت زحتر، زحتر بزاف بنين ويمشي بزاف مع الخبز ويمشي بزاف مع الفارينه، القمح الكامل الدقيق يمشي بزاف مع الخبز. دونك عندنا جلجلان اللي هو صحي بزاف ومليء بالكالسيوم، عندنا لي غرين دو شيا بذور الشيا، عندنا السانوج اللي هي الحبه السوداء، وانتم تقدروا ديروا في الدار واش حبيتوا. دونك عندنا هاد زرارع، عندنا الخميره تاع الخبز، عندنا السكر، عندنا الخل اللي راح يمدنا الهشاشه او الخفه في الحليب ديالنا، و اون ميم طون سي ان كونسيرفاتور، وعندنا كميه تاع الحليب وراح نستعملوا حبه تاع البيض. والكامونبير اللي كان عندكم سواء دو كامونبير ولا دو بري، نتوما واش كان عندكم في الدار. لاغوسيت تاعنا سهله بزاف، وقلت لكم هاد العام راني كثرت لكم الخبابز، مي الخبابز هادو ساهلين بزاف ما كاش اللي يعجز عليهم. نروحوا نبداو. الحاجه الاولى ناخذوا حبه تاع البيض هكذا، بسم الله، تاك نديروها هنا سهله. ونروحو نديرو الحليب ديالنا اللي يكون دائما دافي على خاطر عندنا وشنو، عندنا الخميره تاع الخبز. نديرو ملعقه كبيره تاع خميره الخبز هكذا معاها، قدامها واش يمشي معاها؟ يمشي معاها السكر، مغرفه كبيره تاع السكر، نزيد لها شويه برك هكذا باش نلعبو، باسكو الكامونبير مالح مليح ولا باتي شويه مالحه، يفضلك نديرو هذاك ليكيليب بين بالح المالح والحلو. تاك 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 درنا الخميره، هنا نديرو مغرفه تاع الخل، شوفو ديرو كلش على ضربه تاك. راني نسيتي على الملح، على بالكم علاش؟ خاطرش الكامونبير مالح بزاف هكا، وهنا تقدروا تنسمو بواش حبيتو. هنا نخليها تخدم غير شويه ماشي حاجه، قسمه الدور برك هكذا، ونروح نوجد لافارين تاعي. شفتوا شحال ساهل، نديرو كامل لي زانغريزيون مع بعضاهم ونروحو نجيبو الفارينه باش نزيدوها هكذا تاك. نروح لهنا ديريكتومون مباشره نزيد الفارينه تاعي. قولوا لي اسكو كاين اسهل من هذا؟ ما كاش. نعاود نغلق عليها ونخليها تخدم. نوجد لا مارغارين ديالي تاك، باسكو دائما عودتكم نديروها دائما مع الاخر، وهنا ما درتش ما تساغراس. هنا اللي يحب يدير زيت الزيتون يقدر يدير ليكيفالون تاع 40 غرام، واحد زوج مغارف تاع عشا معمرينها مليح يزيدهم هنا راح تمد لكم بنه، واللي ما يحبش يخليها هكذاك ويزيد غير لا مارياغين مع الاخر. مع الاخر ما ديروهاش مع الاول، تقدروا ديروها مع الاخر راح تمد لكم واحد لو كروستي في الخبز ديالكم. هاي دونك هنا نخلوها تخدم. حبسها، هنا نروح ندير لا مارغارين تاعي. ونخليها تدخل في لافارين. باليد اعجنوها من 5 حتى ل 10 دقائق، ولا بالبيترا 5 دقائق يكفيوكم. شوفوا كيفاش راهي. وشوفوا لو فيت اللي نزيدوا لا مارغارين مع الاخر كيفاش تكون هكذا. دايما تتلاصق، بلو تكون تتلاصق بلو لاباط تاعكم راح تجيكم هايله بنينه وخفيفه. اللي عندها الوقت تخليها تخمر، ديغازيها
ومن بعد طيبها، والعجينه قد ما تخلوها تريح قد ما رايحه تسهل عليكم الخدمه. نروح غير بشويه نحلها، ما تخشنوهاش بزاف باش ما تجيكمش معجنه. هاك دونك نحلو، هنا ناخذ الكامونبير تاعي، على بالنا بلي الكميه تاع الملح في الكامونبير تكون طالعه. هنا دو بريفيرونس كيف كيف الكامونبير ولا لو بري اللي تاخذوه. هاك ما تاخذوهش معسل. ابخي ولا كان عندكم في الدار معسل وشتوه بليك راح يخسر ورايحين ترميوه، تقدروا ديروه كيف كيف هاد لا غوسيت، مي انا ما نحبش نخدم به كي يكون بزاف بزاف معسل. هنا الكامونبير تاعكم انا نحب ندير هكا، نتوما ديروا كيما حبيتوا. تاك نروح نتبلو، هنا ندلو شويه تاع زيت هكا هكذا، نمسحو كامل. هنا ندلو فلفل كحل باش يجيني بنين هكذا، ندلو كركمة على بالكم بليك الكركم ما يخطينيش، وندلو شوية تاع بابريكا فومي هكذا 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 تاك. من بعد تو سامبلومون نروحو نحطو في وسط لاباط تاعنا هكذا، ونبداو بسم الله هكذا، ما تخليوش الهواء، طمو 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 هكذا تاك. هنا نقرص هكذا، نحي هذاك ليكسي، هنا نقرص مليح هكذا، سلسوها. ولا شتو بلي بقى لكم الهواء زيدو زيرو هكا. هنا نروح ندير شويه تاع فرينه هكا، ونعاود نقلب لاباط تاعي هكا، نسلسها، نوجد ان بلاطو هذه سهله، وتقدروا ديروها باي نوع تاع فرماج يكون عندكم. نحطوا لاباط تاعنا هكذا في الوسط، هنا معليش الا كانوا فيها دي ديفو، دوك نقول لكم علاش الا كانوا فيها دي ديفو معليش. ناخذوا حبيبه تاع البيض تاك، ناخذوا ان بانسو فرشيطه، هذاك البيض تاعي نروح نتبلو باش ما يجينيش صامط كيف كيف هكذا شويه، نفس التوابل في الكحل شويه، انا الملح ما نديروش باسكو عندنا الكامونبير هكذا. نروح هنا نعمر كامل هذيك الخبيزه تاعي باختو، شوفوا دوك لي زيبيس كيفاش يجوا شابين، ورايحين يخلوا لاباط تاعي تجي بنينه. ما زدتش الملح هاكم شفتوا علاش، قلت لكم الكامونبير مالح، ونروحوا حنا نزيدوا نملحوا ما بزاف سي ترو، حنا رانا نسيو نقصوا الكميه تاع الملح الماكسيموم. غير نكملوا واش نديروا، نروحوا نشبعوا هذيك الخشاش، قلت لكم معليش الا ما تسواتش، نروحوا نشبعوها بزرارع هكذا تاك. بعد نروح هنا تاك نلصق على الكوتي هكذا الجناب، تجي شابه الخبزه ومتحوفه. وهنا باش نخرجوا لا كولور اكثر، واش انا رايحين نديروا، نروحوا نديروا لهم اون توش دو بابريكا فومي اللي تجينا بزاف بنين، البابريكا هو العكريه، نروحوا هنا شويه نديروا له هكذا شويه تاع عكري هكذا. وانتم في الدار لعبوا بالالوان اللي يعجبوكم واللي تحبوهم واللي ترضاو عليهم. شوفوا الخبزه تاعي ما رانيش رايحه نطيبها دوكا، رايحه نخليها تخمر من 10 حتى ل 15 دقيقه، كي تخمر مليح تتفخفخ نحطها في الفوق 180 درجه حتى يخرجوا لي دوك التشققات ويجيني شابه. انا نروح نديرها في الفوق ونعاود نولي لكم باش نديروا لا سوب اونغواز. بالاكو زابي و اتو سويت.
يلا نبداو لا سوب اونغواز ديالنا تاع لي شامبينيون. معروفه بزاف في لاونغري هاد لا سوب، وحبيت نجيبها لكم اليوم باش تبدلو كسا سوا في رمضان ولا كل يوم، ولا تكون تنفح لكم على اون سوب هكذا ما فيهاش حاجه كبيره. عندنا كميه تاع شامبينيون، عندنا البصل، عندنا الكريمه اللي هي لا كريم ليكيد، عندنا شويه توم اون بودر، لا صوص سوجا، وعندنا ان كوربويون تاع لا فولاي. دونك انا القدره تاعي حطيتها ديجا تسخن هكذا، نديرو فيها كميه تاع لا مارغارين. تاك هكذا. هاد لا سوب بنينه بزاف، فيها الفطر معمر بالبروتين، على بالي بليك على بالكم بيها. واش تقولوا فيها؟ نروحوا نقوا الشامبينيون. الشامبينيون تاعنا هنايا شوفوا كل واحد وكيفاش. نقدروا نحكموا الحبات تاع الشامبينيون تاعنا الا كانت عندكم القانه والخاطر وما تحبوش تبحروا. انا سي دي شامبينيون فخي على بالي من جايين، ولا تكونوا خايفينهم. نحكموا ندخلوا الكوتو تاعنا، نبداو نقشروا الحبه تاع الشامبينيون، نحوا لها هكذا، تقشروها بالحبه. انا ما نقشرهاش، راح نخليها هكذاك. نعاود نوري لكم واحد اخرى. نحكموا هنا لداخل لانتيريور، نجبدوا ونحوا هذيك لابو هكذا. انا اليوم درتو بقشورو باش نستفاد منه، بصح نتوما اللي راكم في الدار وتشوفوه معمر بالتراب تبزوا له غير شيتا، واللي حاب يقشرو راني وريت لكم. نقطعوا هكذا هكذا. انا نحب نحس دو غروم، ما نحبش نديرو رقيق رقيق، باش هو كي يطيب شويه راح يزيد يتكمش، باش نحسو به بيان في العسوب تاعنا. دونك هنا ندير لا مارغارين، نديرو كميه تاع البصل، راني دايره زوج حبات باش تجينا بنينه. هذاك البصل نروح نخليه يتعسل لي هنايا يتكرمل، ندير له شويه تاع الزيت باش نعاونو. هكذا على قليل ايكيفالون تاع مغرفه ونص تاع عشا. ونروحو نبداو نتبلو. الوغ عندنا ملح، تاك نديرو توم بودره، ولا كان عندكم فخي ديرو فخي تانيك هكذا. نروحو نجيبو فلفل الكحل، وهاد لا سوب تاع لي زونغوا فيها البابريكا. وي فيها البابريكا في هاد لا ريسيت. نديرو العكري ديالنا، بون كيغ تاع عكري، فلفل الكحل. ميعرفوش راس الحانوت لي زونغوا على بالكم، نتوما ما ديرولاش راس الحانوت باش اون ديناتور با لا ريسيت، ماشي ديالنا تاع الناس. هذا نخلوه بجه، وهنا نروحو نقليو. شوفوا تبعوا لي زيتاب تاع هاد لاسوب كيفاش تندار. تبلو قعدوا في غرتكم هنا. غير نشوف البصل تاعي هذاك بدا يطلق في الماء تاعو باش يتشبع به الشامبينيون، راح نرميهولو. هو راهو هكذاك. نروح ندير، قلت لكم انا نقطعو اون غو باش يقعد لي شباب ديجا في لاسوب، بعد تشوفوا كيفاش يجي خاطر وشباب. هوب نروحو نخلو في هذاك الماء تاع البصل يتشبع هكذا. تاك هنا نقليو، نخليوه يتشبع بهذاك البصل هكذا هكذا. في هاد لو مومون واش يروحو يديرو؟ ماشي حنايا، هما سي لا غوسيت ديالهم. هنا يروحو يديرو لا صوص سوجا في هاد المومون، غير يتعسل الشامبينيون. واحد الريحه راهي تطلع شحال بنينه. شامبينيون، البصل، ملح، فلفل الكحل، درنا بابريكا، قلينا بلا مارغارين، درنا شامبينيون، وهنا نروحو نديرو لا صوص سوجا تاعنا. بسم الله نديرو مغير فا، ونزيدو زوج. شتو علاش هنا الملح؟ ردوا بالكم كي تملحوا، علاش؟ باسكو لا صوص سوجا راهي في روحها ديجا ملحه. ونروحو نزيدو نخلطوهم هكذا. شتو لا كولور؟ قلت لكم هاد لا سوب لا كولور تاعها تجي سبيسيال من الاول. لا يا اخي انونسيتها لكم، ما تقولوش باهي ما قالتلناش. ودو كلشي صرالو هذاك البصل بهذيك لا صوص سوجا راح يتزيد يتكرمل ويجي بنين، وهذوك لي سافور كامل راحين يتخلطوا. هنا انا نخليهم، نروحو بعد ديغلاسي دوكا. ناخذوا هذاك، دائما نقول لكم في الدار وجدوا ان كوربويون، كسا سوا تاع الدجاج، كسا سوا تاع الحوت، كسا سوا تاع اللحم، اللي كان عندكم وخليوه. نروحوا نمرقوا به باش تجينا بنينه هكذا. تاك تاك فوالا. ونخلوها تغلي، غير ترفد لكم الغليه الاولى، تشوفوا الشامبينيون دخلوا طياب. وجدوا هذيك لا ليزون تاعكم اللي فيها نص كاس تاع حليب مغير فيها تاع العشا تاع الفرينه، خلطوها مليح وديروها فوقها. ترفد الغليه الثانيه والثالثه، تشوفوا بلي لا كولور تبدلت. وجدوا لا كريم فريش ديالكم
وزيدوها مع الاخر. واش تقولوا فيها؟ انا نروح نديباغاسي باش نجيب لكم لا ثوازيام غوسيت اللي تشهي وبنينه بزاف، اليوم المملحات بلا بات فيلو. ا توت سويت. عاودنا ولينا باش نديرو دي سالي بلا بات فيتي اللي يجو بزاف بزاف بنان. انا نعطيكم شكل وانتم ديروا كيما حبيتوا. ناخذوا لا بات فيلو تاعنا هكذا. لا بات فيلو ياك على بالكم دائما نغطيوها باش ما تنشفلناش. او ميم طون شاني ندير نروح ندوب لا مارغارين تاعي. ناخذ لا مارغارين نخليها تذوب وما ننساش قلت لكم نغطي لا بات فيلو تاعي كي نخدم بها هكا. هذه نعاود ندير لها هكا. هنا نحطو اون بون كونتيتي على خاطر لازم يجونا مقرمشين هكذا. هاد لا غوسيت لا فورم اللي حين تشوفوها على بالي بالك شتوها بالك في الحلو، اليوم جبتها لكم في الملح باش نبدلو شويه. دونك ناخذو لا بات تاعنا نقطعوها. هنا لو بوت سي تكون عندنا بلوزيوغ ايطاج تاع ناخذو هكذا نروحو لهنا تاك هكذا ونقطعوها. انا هادي لا فورم اللي نحوس عليها تبعوا معايا تاك. وهاد لي شوت لي بقاو لنا من لا بات فيلو نقدروا نخدموا بهم. شوف هاي واش راني نحوس، من بعد كي يطيبوا رايحين ينحلوا لنا في الوسط شويه ولا حنا نحلوهم ونخدموا بهم. انا حبيت نوري لكم وحده، راح نزيد نوري لكم اون دوزيام. هادو بالك وترميوهم نسحقوهم نخدموا بهم. نزيدو ناخذوا هذا الطرف نجيبوه حتى لهنا، ولا ناخذوا هذا الطرف شباب هكذا تاك ونجيبوه حتى لهنا. هنا نتوما تحكموا اسكو تحبوا ديروهم كبار ولا ديروهم منياردي صغار هكذا. هاد لي شوت اون لي ريكوبير ونحطوهم في السنيوه تاعنا. نحطوا الحبيبات، تقدروا ديروهم صغار تقدروا ديروهم كبار. انني نوري لكم باسكو راني موجده الواجد، انا كنت موجده من قبل بصح حبيت نوري لكم برك كيفاش تقطعوها باش كامل تجيبوها سوا سوا. لا ميم شوز كي يقعدوا لكم هادوما واش ديروا؟ خذوا هذوك لي مول تاع سيليكون ولا لي مول موفين، ندهن كل ورقه ونحطها داخل المول، نحط كل جلي شوفوش هكذا حتى تخرج لي كي الورده ونبعثهم يتحمروا. هذا ما كان دونك هكذا ما نرميوهمش. هاد لي شوت قلت لكم نخدموا بهم، انا راني موجده دوك نوريكم واش وجدت. انا حبيت نوري لكم برك هنا كيفاش نديرو. اون فوا كوجدنا الحبات عمرنا الصينيه تاعنا، ناخذوا هذاك الدهان وما تخافوش هنا اللي دايره الغيشيم الله غالب. نروحوا نشبعوا بسم الله هكذا الحبه، تبعوني هكذا نروحوا كل حبه نشبعوها. علاش؟ من بعد في الفوغ رايحه تتعمر وكشاك ورقه تتشرب وتتقرمش. دونك حنا نروحو نديروهم في الفوق ونجبد لكم الواجد اللي راهو عندي هكذا. شوف نوريت لكم كامل لي زيتاب هام لي كيفاش يخرجوا. نحي عليكم غير هادو. هنا كل وحده تلعب كيما تحب، تقدروا ديروا اون موسو طون اون موسو بولي اون كريم كيما حبيتوا. انا اليوم ديسيديت هنا كانت عندي حبيبه تاع فلفل مع الثوم وبصله قليتهم في غرضهم تدبلوا شوفوا على ماش تحصلت. هادو راهم مقليين. هنا عندي شويه ماسكربون فروماج فخي لا دان فومي فروماج غابي زيتونات اللي يكونوا عندكم في الدار وشويه تاع طوماطيش. نروحوا نبداو بلا كريم اللي رايحين نعمروا بها. واش نديروا؟ ناخذوا هذاك الماسكربون تاعنا تاك، نديرو له كميه تاع لو فروماج هكذا. نروح ندير له هذاك الفلفل والبصل اللي عسلته وطيبته وي وي وي، نخلطهم معاهم هكذا باش يجيني بنين. هنا مانيش رايحه نتبل باسكو الفرماج تاعي راهو ديجا مالح، دونك هنا راح يمدلي ليكيليبر. وفي التقليه تاع الفلفل والبصل تاعي والثوم راني ديجا ملح، دونك على بها ما نعاودش نزيد ملح هكذا. هنا تقدروا ديروا دي طومات سيشي، كل واحد يدير واش يحب. نروح نتبل ندير شويه تاع بابريكا فومي هكذا، شويه تاع فلفل الكحل، وقلت لكم ما نديرش الملح ونخلطهم. هنا تقدروا ديروا زيتون، ديروا شويه حبيبات تاع زيتون هكذا، نقطعوهم رقاق رقاق هكذا
حبيبه تاع زيتون، شويه كورنيشون، واللي ما يحبش دوك نوري لكم. انا راني مجده هذوك الوردات اللي قلت لكم عليهم. هاك هذو اللي قلت لك عليهم، دونك تحطوا ورقه فيه فوق ورقه داخل المول تاع لي موفين ولا تاع لي مادلين، تحطوا ورقه فوق ورقه. كي نكملوا يخرجوا لنا هكذا نحمروهم واحد 10 حتى 15 دقيقه ميم با، خلوهم يحمر لكم من التحت وتحصلوا على هذو. هنا غير وجدت الكريمه تاعي، واش ندير؟ ناخذ من بوش عدوي ونروح نعمرها تو سامبلومون. قلت لكم تقدروا ديروا اون موس هنايا، ديروا فرماج، ديروا اون بيشاميل، تخدموا اون بيشاميل اللي فريمون ما عندها والو، بيشاميل واش تسحقوا ان طون بورتون كميه تاع لا مارغارين ولا تاع زبده، ديروا لها لا فارين، طيبوها مليح باش تجيكم بنينه، رموا لها شويه تاع فروماج وتخدموا بها. لا كريم اللي عمرت بها تقدروا ديروها كيما حبيتوا بلي غيست تاع الفريجيدير، بواش عندكم ما راكمش مجبورين باش ديروها كيما درتها انا. كاين بزاف نساء جزائريات وغير جزائريات في العالم، المراه اون جينيرال ما تقعدش بلاش، كي تشوف هكذا الحاله تقول لك لازم من هذه من حبه نخرج قبه. المراه الشاطره وانتم كامل شاطرين من حبه دير قبه، سادي ميم يكون عندكم شويه تاع لي زانغريديون في الدار تخموا لها شويه وتخرجوا دي غوسيت بنان شابين وصحيين. علاش لا؟ شفتوا هذاك التوراق شحال شباب، هنا نحلوهم ليجيرمون هكذا ليجيرمون ونروح لداخل ندير هذيك لا كريم ديالي. بسم الله، نتوما ما حبيتوا تحبوا تعمروا هكذا غير على الكوتي هكذا، ولا تحبوا تعمروا هكذا، ولا تحبوا تعمروا لداخل. والاخرين هاد لي فون هادوما هنايا نقدروا نديروا لا كريم تاعنا شويه تاع لا كريم، نديروا شويه تاع لا دانت فومي هكذا تاك، نعاودوا نغلقوا بلا كريم هكذا. شوفوا داك الفلفل كيفاش راه يخرج، ولا نديروا لا دانت فومي في الفون ديالنا هكذا، وفوقها نديرو الكريمه ديالنا. واش تقولوا فيها؟ انا نروح نشبعهم كاملين ونعاود نولي لكم ونتلاقاو بالضيف تاعنا. عاتو تويت بالك وتزابي. مرحبا بك، واش راكي؟ لاباس؟ بخير، تفضلي. الله مرحبا بك مره ثانيه وشرفتيني بحضورك اليوم، يعطيك الصحه. الله يسلمك. الله يسلمك وشكرا على الاستضافه الرائعه وشكرا على الطاوله الرائعه. الله يسلمك، الله يطول عمرك. رايحين نهضروا اليوم في واحد السوجي اللي الجزائريين يعرفوه وما يعرفوش، على خاطر ما راهوش معروف بزاف، بصح بدا يدخل في المجتمع الجزائري، الناس بدات تسمع بالسان غلوتين، الغلوتين وشنو هو كيفاش. كاين ناس مرضى مساكن اللي متعرضين لهذا المرض اللي ما يقدروش ياكلوا كيما حنا كاملين مضرورين، دي فوا عندهم دي غوسات دي فوا ما كاش. اليوم راكي معايا باش نهضروا على المشروع ديالك، نهضروا على واش ديري، نهضروا على السان غلوتين كيفاش حتى دخلتي فيه. نروحوا غير بشويه، قولي لي انت يا صانعه حلويات تقليديه جزائريه. جزائريه اختصاص بدون غلوتين. فوالا قولي لي كيفاش بدون غلوتين ونخرجوا وجبنينا. اكيد جبنينا. قولي لنا كيفاش نحو منهم الجلوتين. بون هي نخدموها تقريبا كيما الوصفات العاديه تقريبا، يعني كاين كلكو زاستوس هكا نبدلوهم. كاين باسكو الفرينات بدون جلوتين ما فيهاش الجلوتين، ما فيهاش هذيك الماده اللي تقوي الفرينه، فرينه ضعيفه بزاف. هي لازمنا الجلوتين. فوالا الوغ حنايا عندنا دي بتي زاستوس هكايا اللي نزيدوهم في الاخر، ما لي غوسيت هما لي غوسيت اصليين هما. عندنا شويه في المخبوزات اللي تختلف شويه، باغ اكزومبل كيما لا فينوازغي ولو بان تو سان ريان افواغ مع العاديه ابدا. ما نقدروش نخدموا بهم الطريقه والوصفات مختلفه تماما. بصح في الحلويات التقليديه نفس الشيء، فيها تغيير بسيط برك، وين حنايا كيما نقولوا شويه محسنات، نديروا حليب،
نديرو بيض. حنا في حلويات قليه ديال تاعنا تقريبا ما فيهاش بيض، فيهاش حليب. حنا نزكيو بها شغل دي تيزاستيوس هكا حيل. هاد الحيل جات بعد تجارب عديده وخسارات عديده المكونات وتجارب تاع اللي سبقونا في هذا الميدان. قولي لي عندك قبول؟ كاين ناس تجي تحوس تشري هاد كاين عدد كبير ما يبانوش برك، مش معروفين برك، يحشموا من هاد المرض، عندهم ان كومبلكس. افون كانوا يخبيو الدراري في المسيد يحشموا يتكومبليكساو، كيفاش انت ما تاكلش، كيفاش انت هكذا. مي دوكا حنقطعك على هذه برك، بس كاين بزاف امهات يتبعونا ويشوفونا، ساسوا يكونوا ولادهم مرضى ولا ماشي مرضى، ساكن معاهم، معليش ميم اللي ماشي مرضى، علاش ماشي من داك من داك نكونوا قاعدين في الدار واليوم نكونوا شادين تليفونات ولا نهضروا معاهم في سوجي ما راحش يفيدهم، علاش ما نجبدوا لهمش هاد لي سوجي تاع نقدروا نضروا غيرنا بكلمه، نقدروا نضروا غيرنا بالغزره، نقدروا نضروا التنمر. هذا في المدارس راهم يسوفريو بزاف، يعانيو من التنمر. انت عبالك لحقوا يقولوا لهم واحد الجمله تقيس بزاف، ما كانش سيلياكي ما جاش على هذه الجمله، يا الله تاكلوا ماكله الدجاج، يا ربي شتي كيفاه، باسكو الدوره ياكلها الدجاج. يقول لهم تاكلوا ماكله الدجاج، انتم ما تاكلوا ماكله الدجاج. عقدوا دراري علاش ولاو يخبيو المرض ديالهم، ودي فوا كيكون عندهم مناسبه زعما عيد ميلاد ولا حفله في المدرسه ولا واش يديروا مساكن، ياكلوا باش ما يقولوش ما ناكلوش، ومن بعد يسوفريو من بعد. انا بالنسبه لي هذه تبدا من الوالدين في البيت، الامهات والدين. الأمهات الأم راهي مدرسة أولى. كاينين أولياء واش يديروا؟ السند. لازم السند هما. واش يديروا؟ العائلة كامل تولي تاكل سونغلوتان. كاع هي صح هي شوية باهظة تكمل. هذا الريجيم ماهوش ساهل، ماهوش ما يقدرولوش كاع الفئات هذا الريجيم، مي كاينين يساندوا، ينحوا الخبز ما يزيدش يدخل الدار. يعاونوهم. ينحوا الكازوز، ينحوا هادي، يحرموا هما نفسهم مع على جال وليدهم ولا على جال. عليهم أنا نقول لهم ماشي حرمان. عليهم ومن بعد الطفل يتعود. وكاين شي أمهات ما شاء الله مجاهدات، أنا نعيط لهم مجاهدات. واش يديروا؟ يحضروا نفس الطبق اللي حضروه العائلة، يحضروه لوليدهم ولا لبنتهم باش ما يخلوهمش يحسوا باش ما يحسوش بهذاك الفرق. انا نقول لهم ربي يقدر كل الاولياء وربي يشافي كامل المرضى. انا قولي لي بالك الناس اللي على بالهم بلي راكي تبيعي هذه الحلويات وعندك، قولي لي عندك محل. الحمد لله عندي صفحه في الفيسبوك في الانستغرام، ميراميس سون غلوتان، ميراميس غلوتين فري، ميراميس غلوتين فري. عندي رقم الهاتف تاعي مدون في الصفحه، الموقع مدون في الصفحه، وعندي محل الحمد لله نبع لي ربي سبحان الله. ما عنديش بزاف اللي فتحت تحت رمضان، يا ربي ان شاء رمضان الله اللي فات فتحت محل في دويره، في دويره قدام المستشفى، امام المستشفى. المحل كان بعيد يعني على حسب لي موايان وعلى حسب سمو، كان بعيد. ربي سبحانه هدرتها فكره، هدرتها كنت مع اولادي في الدار هضرتها، سبحان الله تسهل الامور مده 20 يوم. مده 20 يوم تفتح وين؟ قدام المستشفى الحمد لله. والاوائل اللي كانوا عندي زبائن هما مرضى من المستشفى، ربي يشافيهم ويعافيهم كاملين، ربي يشافي كاع المرضى ان شاء الله. امين يا رب العالمين، عطينا لهم وين يقدروا يلقاو. كان انتم لكم توفينا من داك من داك، وعلاش لا ما نخموش في المرضى هذوما ديالنا. واحد يدير حاجه سخونه يطيب حويجه ويديها يصدقها على روحه كما يقول الواحد، باسكو كاين بزاف ناس راكم تسمعوا تلقاوهم من داك ما يلقاوش، حتى كيكونوا عندهم في قاربهم ديروا لفته بسيطه. هذه من داك واحد، من داك واحد يروح للسبيطار هكذا يغمض عينه ويرفد حاجه ويروح يصدقها، تكون صدقه جاريه عليه. جارية. انا راني قريب نكمل حلا لي سوجي معاها، على بالكم كي نبداو نهضروا في مواضيع كيما هادو ما نقدروش نكملوا. نقول لك يعطيك الصحه اللي زرتينا، يعطيك الصحه ممتي، وربي يحفظك وربي يطول عمرك، وان شاء الله نزيد نشوف مشوارك كبر ونفرحوا بك ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الناس تعرف عليك وهذو اللي مقيوسين بهذا المرض ان شاء الله يلقاوك. امين ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك وبارك الله في قناه سميره اللي عطاتنا فرصه. الحمد لله. لحقوا ان ميساج لو كان رساله لازم. ولا لو كان زرعوا ذره امل في هاد المرضى هذو ما شاء الله. يعطيك الصحه ربي يحفظك ويطول عمرك، وهما ربي يشافيهم. الحساء راهو هنايا واجد قدامنا، راكم تشوفوا في لاكولور تاعو، قلت لكم باللي اللون تاعو راح يكون شويه مختلف. الخبز ديالنا شوفوا كيفاش راهو بالكامونبيغ راهو يشهي. هذوك المملحات اللي درناهم كيف كيف هم كيفاش خرجوا. هذوك الاخرين درت فيهم شويه سمسم، شويه دجاج، شويه فرماج، وشويه تاع سانوج باش نختموا بهم. ان شاء الله تكون عجبتكم لي روسيت تاع اليوم. ما تنساوش تلاقاو المره الجايه مع ضيف جديد، اطباق جديد وحكايه جديد. تهلاو في روحكم وتبقاو على خير. امين. يعطيك الصحه والعافيه.